ومباشرة معكم، الله يخليكم، شكرا شكرا وإلى اللقاء. نهاية البرنامج مباشرة. إلى الملتقى. صافا الوليدات، كل شيء مزيان، كل شيء بخير، صافا خونكيلوس خير بيان حميدي الشاكرين. سي المهدي، السي المهدي صباح الخير. تحط لي داك التليفون وتكونسونطرا معايا اليوم واحد شوي. شوف ها ماشي التليفون، واحد دومينو اويلي كتاكل اويلي فطر. لا غير واحد دومينو ميك شيك على الصباح. صباح الخير عليكم جماهير المغاربه فين ما كنتوا، فين ما كتواجدوا. 8:07 ديال الدقائق وانتم على الاستماع لشاده اف ام، هذا هو الاختيار ديالكم. اي فوز افي توتالمون غيزون، عندكم الحق فوالا. سي وفات هنا فين كاين التريكيل ديال بصح اصلا. انا بعدا كنحس براسي بحال مريح مع لا فامي وكنهضروا ضحكونا فريمون. وواحد القضيه اخرى وقعت لي هذا الصباح، هذا فاش فقت والله العظيم كنلبس حوايجي وكنقول والله الا وليت كنتوحش الخدمه. سي فري، سي ولات واحد الحلاوه، ولات واحد الحلاوه زويونه. تي كومونس ا فينيغ ترافايي باسكو تا اونفي دو فينيغ ترافايي باسكو باغي تمشي تخدم. صافي بليزير. اي بحال الناس فوالا دايرين شاده اف ام باسكو بغاو يديروا شاده اف ام وبغاو يسمعوا لنا. شكرا لكم بزاف انكم معنا بطبيعه الحال كيف كل صباح دائما بطبيعه الحال طيله هذا الشهر المبارك رمضان الكريم مره اخرى على الجميع. نتمنى ان شاء الله يا ربي يكون شهر مغفره سورتو. امين شهر مغفره سورتو. امين يا قوم. لا ما عرفتش كنقول هذه الهضره هذه باسكو البارح بون قبل ما ندوزوا البارح هذه 88 ديال الدقائق ديروا شي امنيه. نعطيكم واحد 5 سكوند سكتوا لونتين عشان نروح لك. اوكي الله صافي دو بيان. واحد الطريق طير دايز. نوصلني معاك اخاي، وصلني معاك. مي جادور انا كيعجبني هذا المغرب هذا اللي كتلقاه كيتحرك هكا الصباح بكري والناس خارجه والناس فرحانه غادا الخدمه. هي جولي موفمون صراحه اللي باين ليا ديغنييغمون. سي لا ميلودي زويون بوزيتيف فريمون. الناس فريمون ما عرفتش واش الناس دارت عقلها ولا سمعوا لي الناس ولا واش المغرب دار عقله ولا لا لا. مي سي فري هي واحد لو موفمون بوزيتيف. انا بعدا سان في فريمون بليزير ونتمنى انها تدوم باسكو سي جوست مانيفيك. كتشوف الناس كلها فرحانه، الناس بليزون فوالا رجعت واحد الثقه شويه كنظن فوالا. بنادم ولا عاق ولا كيبان ليه انه يمكن ليه يحقق ذاته هو براسو ما محتاج لتا حد اخر. انه بوغ اتر بوزيتيف، انك باش تكون ايجابي خصك فقط تقول انا ايجابي وتزيد بسم الله وفوالا وتزيد لقدام. اي فرانشمون سافي بليزير دو فوار انه كاينين الناس اللي انا بعدا صافي في بليزير. بيان سور بيان سور. في العمارات ديالنا حنايا مثلا هاد الساعات يلاه حنا جوج ديال الناس ولا ثلاثه يلاه خارجين مي صافي بليزير. مي عارف ان الاخرين غون ماكس دون اون دومي اور غادي يفيقوا دونك. مي كتهضر على لا بوزيتيفيتي رشيد، واش غير في الصباح ياك؟ لا 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 في الحياه اليوميه، في الحياه اليوميه ديالنا، في الحياه اليوميه ديالنا. صباح الخير، مرحبا بكم معنا على شاد اف ام ومرحبا بكم معنا بطاقه الحال في رشيد دون لو 810. يلاه سيدي صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم معنا مستمعاتنا ومستمعينا مباشرة بطريقة الحال دائما على أموال شادا اف ام وفقط على شادا اف ام الإذاعة الإيجابية. كيف كل صباح كنرافقكم حتى العاشرة صباحا. أنا بعدا صافي بليزير أنني كنتلاقى بكم ديما. كنبغي نرحب كذلك بزاف ديال الناس اللي الله التحقوا بنا. ميرسي بوكو لي زامي، شكرا لكم بزاف على الثقة ديالكم. أهلا لا سعاد. اسيدي راشد اش كيعاودوا؟ والو واش كلشي لاباس؟ الحمد لله. انت مهنية صافا، كديري مولين الدار؟ لاباس تسلم عليك. اسيوز صباح النور. قولي انت جاي ضريف هذا الصباح، انا ما عرفلكش علاش ناوي. هاد الظرافة هادي ديال هاد الصباح اللي جات هكا ما عرفلكش علاش ناوي. اون توكا ناوي على باش نبدا معاك انت بعدا لا جورني كوم سا. فوالا اكتيفي من الاول كوم سا نعرفوا راسنا فين بادينا. لا لا من ديبار هذا خصني في هذا الموضوع هذا خصني اكتيفيه معايا من ديبار باش كوم سا يتم غادي معايا تلاه كوم سا يا با دي سيربريز. دونك تعطيونا واحد دي سكوند نخليو سيونس كيتاكتيف. الله يخليكم كلشي تاكتيف. بقات 8 ايام اي بوي ابار سا هضرنا. ايوه ما تفكرنيش. انا من الناس اللي كيغلبهم رمضان في الاخر ديالو الصراحه. هي هادي دونك بلا ما نكذبوا على انا ديجا بعدا هذا الصباح هذا والله الا جيت شفاف ما عرفتي كنقول كي ندير
فهم غير ما علينا بصراحة أنا كنعالج بالمواد الداخلية ديالي الريزيرف سي فوست فك دونك البارح بطايت الحال دينا معكم واحدة تيماتيك اللي هي زويونة واللي هما ليسات بيشي كابيتو أو الخطرية السبع اللي نورمالمون فوالا كلنا كتوقع علينا ما يمكنش ما تسجهاش هضرنا على الشيء البارح اي سي فري كي سو كوتي اوسي ديال لونفي صافي دير كت tu envie quelqu'un كتحسد شي حد كتبغي تحيد ليه داكشي اللي عنده كتبغي بزاف ديال الحوايج سا سي تري تري موفي با كنحسدك ماشي كنحسدك كنحسدك وكنبغي نحيد ليك داكشي اللي عندك واو 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 كتفكرني بواحد المغنيه قمة الكفر قمة الكفر خلاها يا صاري هادي سي سي فري سي 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 ان تروك دو فو اي الموضوع ديال هاد الصباح هذا ما غاديش يكون اقل كفرا من الموضوع ديال البارح معدلين باسكو تيقوا بيا واحد ولاد الحرام كيوجدوا هاد البرنامج عرفتي زعما كيريحوا الوحده الوحده ما كيعجبني تحطوا ديجا ليسات كاب ليسات بيشي كابيتو عارفين راسنا فين غاديين دونك اليوم غنهضروا على واحد القضيه اللي عشناها بزاف ديال الناس عشناها في الاسر سورتو في الاسر المغربيه البخل وي والعياذ بالله اعوذ بالله اي سورتو الانسان اللي كتلقاه عنده وما كيعطيش مازال ما عندكش وكت كتضارب ولا ما نعطيكش انا بوغ موا سا بو سيكسبليكي مي عندك عاطيك ربي مسهل عليك ربي وانت منين ما تستي خصك تنتف سي ان تروك دو فو اي اي ما تاخذ من عنده وما تاخذ من عند لا بيرسون والو سكو جابيل انا لي بانغوا وي لي بانغوا كيفو سافا سافا تري بيان بيان سور سافا تري بيان ولد الحرام يديك ما كديرهمش في جيبك بيان سور اخويا بيان سور دونك هذا هو الموضوع ديالنا ديال هذا الصباح 06 96 76 77 06 96 76 77 الثانية خص قومي قومي وقوم ماشي قومي بوحدها غاسيست ما عندهاش مع الرجال صباحكم مبروك ومرحبا بكم على نشاد اف ام نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير رشيد دون سيت ديسك كيف كل صباح بطبيعه الحال من 8 حتى العاشرة صباحا وغادي نهضروا معكم هذا الصباح في واحد الموضوع اللي هو كيهمنا جميع عشناه بوتيتر ولا قاسناه ولا شفناه ولا يمكن لكم فوالا تصيفطوا لنا لي زوديو ديالكم على 06 96 56 77 77 06 96 56 77 77 ماشي 97 واحد خينا كان كيقيد كيقيدها بالمقلوب الموضوع ديال هذا الصباح دونك كنهضر معكم هذا الاسبوع هذا على ليسات بيشي كابيتو Je trouve que la musique elle va bien avec le sujet. Ouais. Ouais. Monsieur Harry Potter. J'adore avec le film. Mais Andy, je mets à la fiction. Ouais. Mais Harry Potter, ouais. Ouais. J'aime, parce que tu sais que c'est un jeu d'enfance, c'est ouais. pour les enfants, c'est magnifique. Game of Thrones, par contre, on va pas trop de marée parce que pour moi, des aigles, quoi. Je suis votre Dieu. Là, ne m'a dit pas. Tu vois, c'est le même. J'aime pas. Elle est tout manqué, de Marie. Donc, je regarde pas. Yalla, c'est des soirs comme Brock. Ben, bidou, hein, on boucle ou se hâte. Qui derrière à l'acte comme. طب المغربي على شادة تي في تفضلي لا واش انا واش بخيلة واش بخيلة واش كتعرفي شي حد هو بخيل واش عشتي البخل واش شي حد كان معك بخيل انا جو سي با دو تو بخيلة بالعكس جو سي لو كونتخي ديال البخيلة يديك متقوبة كيف ما كنقولوا زيديني عليك سي ان ديفو البخل في ما فامي ما عشتوش مي سي سي عشت مع واحد لا بيرسون في ما فامي شفتو مي سيتي انكرويابل سيتي انكرويابل عرفتي سي واحد السيده ما غاديش نقول شكون تبارك الله لاباس عليها داكشي بزاف اي سي لو جور اللي غتقدر تمشي تشري الحوايج من البال مستعملين واش بور ايكونوميزي ولا حيت عارفه انا باسكو البال دي فوا كيكونوا فيه دي بياس مريقلي لا جوستومون سي بور ايكونوميزي انا ما قلتش عليك انا جي فيو كو جي فيو هاد جي فيو كو هاد ليبيتي كازي لا وي سي فري ولكن هي لا ماشي حيت بيسات زوينين حيت داك الشيء حلو فوالا داكور اوكي يونس الو ما قراوهاش في صغرها عند الصوت خلي الصوت سي نورمال انا زعما تزقريم وي با دو تو انا اش غنقول لك شي مرات ولكن نقدر نعرض على بزاف الناس المهم يخلي الله انا
لا لا ما بخيلش كاع وتا الواليد ديالي بحالي فكبرت زعما الحمد لله ما فهاد القضيه هادي ما عنديش وما عنديش مع الناس اللي زقراو ما كاع نهائيا واللي كيديروا الفلوس في قلبهم باسكو ما تنحملهمش كاع ما ينقدش ديما كنقول الله يجعلهم في جيوبنا ماشي في قلوبنا قلوبنا اكزاكتو سي ان تروك دو فو مهدي باردون مو مهدي نو والو بخيل ما بخيلش لا ما بخيلش اوكي صوفيا بيجور صوفيا طايحه فان بوفي ولا شي حاجه هذه انقذوني Sophia, tu as un bizep bizep. Tu as un bizep bizep. Alors, vous êtes vraiment ma famille. Ou c'est difficile de vous de me passer de vous. Barça. Alors, le sujet d'aujourd'hui, le bokhl. Malheureusement, c'est un très vilain défaut. Grave. Il y a une personne dans mon entourage qui tbarakallah rabbi atiha, walakin rah tchouf hadak sit tqoul ma andouch. Ouais. تي بقى يشرف لي زابارتمون فيلا ولكن باش يتهلا فراسو نهائيا ميم لا فامي ديالو اللي دايرين به وداكشي زعما تري زافار وما كي دوماج كومون دير تقدر تخرج معاه وهذا ايتو يتهرب من الخلاص باي طريقه يلاه نهاركم مبروك تري بون جورني ميرسي شكرا لك بزاف ميرسي بوكو ميرسي بوكو صوفيا صباح الخير تبارك الله عليكم كتونسونا الله يحفظك اخويا ميرسي المهم انا غادي نسلم عليكم ونهاركم مبروك معكم سيمون نبني ملال شكرا اخي سيمو من مدينه بني ملال ميرسي بوكو اخويا بور تو ميساج سون برومي ميساج صباح الخير رشيد صباح الخير يونس صباح الخير سعاد وكيتو سلوى كيضحكني باش كيقولها لك صباح الخير سي مهدي لاباس عليكم بخير ميساجي بور تو نقول لكم بلي من شحال هادو انا كنتسنتو لكم في لا راديو كل صباح من شحال هادي او بابا عزيز عليه مهدي بزاف كيضحكوا فخلاني مشيت قلبت عليه في انستغرام بغيت ندير ليه ابوني لقيته وشفت تصاورو ايوا كان بعيد بزاف على كيما تخيل انا بابا كيما تسلم عليه ولا ولي من الشطات سا سي فري قلت له الصباح هذا دائما سا سي فري بالنسبه للموضوع اليوم ديال البخل فبغيت نقول لك باللي راه كاع الناس انا كنت من الناس اللي كيخسروا فلوس بزاف بلا قياس و ملي خدمت وشفت الفلوس كيفاش كطير وليت في قرامه مابقاش كيف كنت المهم نهاركم مبروك وتهلا في راسكم وراه نتوما احسن راديو في العالم او ميرسي بوكو شكرا لك بزاف ثانك يو فيري ماتش جدي طلع لك الرايه وليدي كيقلب على في الانستغرام دابا انت هو المهم في البرنامج احنا ما بقالك سوا والو وليدي والله سمعتي اللي ديك الغيره الخاويه ديال والو رشيد قلت لك مشيت لقيت لي كنقلب عليه درت لي ابوني وقيله لقاتني داير لي ابوني قبل ما ادري هي ابوني دي باينه ابوني اون روتور ما هو كيدير ابوني لكلشي تاك 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 لا هو عنده داك الصبع هذاك عنده مرض عنده مرض غير كيدخل الانستغرام الناس كتسبح هو كيدير ابوني في انستغرام و99 ديال التسبيح كيحسبها في انستغرام سبابه لا سيدي برافو عليك لا تحياتي ليك وغادي نصفقوا على ميديا الصباح هذا باسكو سي فري سي ان ليمون اللي هو نشيط جدا في البرنامج ايفيكتيفون ميديا عنده 769 ابونمون انا دوك شحال عنده شحال عنده 442 ابوني كونتر 769 ابونمون سيد عنده ندخل ندير لك البحث مازال اناليز ديال الابونمون كيف شنو هو المهم ابوني عرفتي اللي كطيح في اون نانا بحال الشكل ديال سعاد ناري كي تو في سو جونغ داناليز علاش عندك العدد ديال وحده وحق لك واحد ا مومون سي لو سول مو اللي بقى عندي ما نقول Je suis une célébrité quelque part. Non, Rachid. Machi Soukri. Rachid, moi je le fais pas. Mais et c'est fou. Là, mais ce genre de nana, c'est. J'étais comme ça avant, c'est vrai. Mais sinon. Que des filles. Attends, tu me dis que tu as chauffé Instagram de Nes ou d'autres Là, je traquais au Mkinbiyen, je me suis dit que je suis une Je suis la personne. Fais-moi dire. Arjoint, c'est le Mehdi. Là, je t'ai la chatre comme. Nakhdoul. الاراء ديال شنو كيقولها ردات الفعل ديال مهدي ولا تفضلنا بس ما رايكم فيما يحدث رأي مباشره باينه غادي يقول لي سي تكالاتك امه ولا شي حاجه هادي كيوجه البوله اتيني تعال تعال لي فاصا فاص 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 سوفيا
شويه مزيان شهر زاد عكرو اوي ايش صار شي دوس هادي صار سي بور سا كو جادور سيت ايميسيون باسكو فوالا كنحس براسي انا قدام مع خوتي اي جي با دو كرانت صراحه واحد السوده كينعس لا 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 انا ماشي بخيله طون ميو يدي مثقوبه فلوسي ماشي ديالي ملي بغى شي حاجه كنعطيها ليه مي معايا واحد السيده في الخدمه تقدر تلبس حوايج طول لاني ما جاريف با كومبراندر وما كتبدلش حوايجها وكتقول لك لا انا سي جوست ما عزيش عليا نلبس ويلا خرجت معك باغ اكزامبل سي اون فو ديجوني ولا شي حاجه بحال هكا ما تخلص والو انت اللي غتخلص ايه مشكله كبيره هذه القضيه هذه ها نقول لك وانا قلت لك قديني نتغدى يا اختي كنا جالسين في البيرو قلت لك انا قالت لي يلاه نمشيو نتغداو انا عاد بالي هي اللي غتخلص صدقات ما مخلصاش ولات كتعاير نفسها دايفهم صباح الخير خويا رشيد معكم حاك المهم البارح كنت في التراوح شويه الامام دار دعاء سميتو قال اللهم زوج بنات المسلمين عرفتي واحد الصوت من جهه العيالات قالوا امين عرفتي راه خلعوني انا جدو اللي بعدي كنت شتا اون ستاتيو جي بوكو جو سوي دي واحد النهار بوتيتر غنبارطاجيها وجاب الله اللي بارطاجاها بلاصتي اي سي فغي كاينه هذه القضيه تاع هي ديال بحال واحد ستاتي اخر قال لك الا وصلت لي 27 لا ماشي لي 27 لي النص وشتي ربي ما جاب والو بدلي الجامع بدات كداك الجامع فيك كتمشي سي با سا ها مي مي فوالا سي وي با ايكوت باسكو كلشي ولا كيقلب على شكون سعيد الحظ ولا سعيده الحظ واحد السيد لي تري سبيسيال واحد ميساج عاودنا واحد جوج نكات زوينين اوكي جيم بوكو نستمعوا لي طايح دائما على الواتساب 06 96 56 77 77 بيجور بيجور السلام عليكم صباح الخير خويا رشيد صافا على ذكر البخل وي قال لك اسيدي هذا واحد السيد راه اه شرا واحد التليفون واعر دارو في جيب اللور ايوا وين سوى يريح في القهوة ايوا ويسمع الطرا يا ربي تنغسل سوق هذا سي واحد السيد اخر سقرا انت هو اكثر من الاول قال لمراته بمناسبة عيد الحب اشنو تبغيني نجيب لك واش نعطيك التليفون نعطيك التليفون ديالي ولا نعطيك فلوس دورتها في راسها مزيان قالت هو سقرامي الا قلت لي عطيني الفلوس غادي يعطيني شي 10 دراهم قلت لي صافي عطيني التليفون ديالك قال لها يلا ايدي 06 45 ميرسي اكثر منهم كاملين سي فري كاين الناس بحال ما واحد السيده دار معها بان هو هي تخلص الكره ديال الدار وهو يسير على الدار من بعد 25 سنه ملي مات اكتشفت بانه الدار ديالو وكان كيسير عليها بفلوس الكره طبعاً طبعاً خونا مريقل خونا مريقل طبعاً لا تخوزيان بلاك لا تخوزيان بلاك في لا بلاك السلام عليكم سي رشيد السلام عليكم شكرا خير بالنسبة لهذا الموضوع ديال البخل كاين واحد الفئة كتكون أنا على ما كيبان ليا ماشي ضروري يكون بخيل كيكون داز واحد الظروف اللي تزير فيها بزاف مرض عمليه شي حاجه يحتاج فلوس لا هذاك ما كنسميوهش بخيل هذاك كنسميوه كلكان كيف فوالا كي كومونس ا فير اتونسيون بدا كي فوالا لاز عليه واحد الدرس تعلم منه فوالا بدا كي حنا كنهضروا عليه الاصل ديالو هو هكاك داير ما لقاش سلاف ولا ما عرفش شنو دار هذيك التجربه هي اللي كتخلي يزير شويه سي فغي الناس اللي كتشوف كتقول هذاك بخيل ما بخيل ولكن هو كتلقاه داز من واحد الحاجه اللي خلاته عرف الزمان كيف تنقولوا ما عندك ما دير سي كوم سا كاين واحد القضيه سي كو اللي بخيل كيبقى بخيل مالوغوزمون واللي ماشي بخيل ما عمرو يكون بخيل في البنيه ديالو سي في البنيه التحتيه ديالو كتكون عنده في البنيه التحتيه المباشره ديالو هذا صباح الخير سي رشيد انت اللي معك اهلا بازدي والله ودي سي رشيد الا تعرف واحد السيد الا تقدر يطلب
مسكين ما الا شتي حالته لا اله الا الله محمد رسول الله. واه واه سي مالو مني مات لقاو عنده في الكونت 186 مليون في الكونت ديالو وكون شتي حالته والله تدخل. واش غتقول هذا ماشي بخل؟ هذا راه فات البخل. هذا كيولي مرض. هذا راه جد بات البخل. هذا قال البخل ما كتعرف والو قال لي اجي اجي سير اخويا خذ كونجي بلاتي نتقدا مع الناس هذو وعاود رجع عندي. دونك نهضر معكم في هذه القضيه ديال البخل. واش نتوما عشتوا هذه المساله هذه؟ واش كتعرفوا ناس اللي هما دايرين بحال ما هكا؟ Le point de vue de Younes مع Rachid dans le 8-10 à la Shed FM. Voilà, حنا نقدروا نقولوا ليه لا سيد ولا كيمشي لنا عند البانديه ديال ماك اخويا على البانديه هذاك شويه شي مرات نقول شويه شويه ديال نومي باش تطيح ليك الفكره انك تمشي تقلب على ولاد الحرام اللي خلق لك اللي خلقات الكره الارضيه خصك تكون يعني فيك شويه انت ديال فيك شي نغزه. راه قلت لك راه كان كي هو قلب عليهم على القصد بانه يتعلم منهم فوالا يعني ما قال كيفاش دونك هذا السوجي هذا يمكن نديرو معاه جي معاه ياك بوركوا با جي معاه اللي بالا غير ايا كتكلم بزاف هي كتهضر بزاف وي سي فري بغيت نسمع لك يونس قال لي دومين فيه الفلوس ديال بصح المشكل ديال هذاك اللي موالفين كنخدموا به معاك الشريف سي ما بقاش عندنا اتصال 50 سنت ما عرفتش شنو هو صباح وانا كنقلب كاين هذا كليك تعدي بهذا يا كفار نو وي ماشي كفار هذوك خير هادو كفار هادوك فاتوا الكفر اللي قالوا لي ما كتعرفوا والو دونك سي سيغ سيغتان دونك عدي بسميتو ولا هذا عندك جوج فاتي هادي نخليو هادي مي نقصوا منها شويه ولا بحال هكا لاباس الوغ بسم الله وجدوا مزيان وديناتكم غادي نهضروا على التوب 6 ولا 6 ديال الناس الاشهر في العالم واللي تبارك الله عليهم الحرفه ديالهم هي النصب دونك اليوم نبداو معكم من المرتبة السادسة حتى المرتبة الرابعة اكزاكتومون الوغ نيميرو 1 سميتو جورج سي باركر في الولايات المتحدة ايوا وكان واحد الانسان اللي كان كيبيع الاراضي والديور اللي ما عندوش اللي ماشي ديالو واه دونك هو باش مشهور سي كو كان بيع لا ستاتيو دو لا ليبرتي بحال هذاك اللي كنحاول يبيع تعقلوا المدفع اللي حدا الكتبية داكور واحد خينا ابارامون كان يعرف على شي كاوري في مراكش قال لي ديالي وهذا ونبيع ليك وجي غدا مع 7 الصباح تهزو وجايب الهوندا وهذا وما يوقفوا عليه البوليس اش كدير اسمان والله المدفع ديالي والله لا بصح كيف شنو المدفع ديالك شتا بسطيش لاباس واحد خينا باه دايز من هنا باعوا ليا صافي بوم على ليبوك في مراكش دونك ايوا تي وا سي لا دي جون لي سون كوم سا واه دي فغين سابا دونك هاد السيد هذا il avait déjà vendu la Statue de la Liberté, ouais. Le musée métropolitain de New York, voilà. Madison Square Garden, qui est la plus grande salle de concert et de fête de New York. Ou Bachar, ou Abzef, c'est que Ken Bell, quand tu as dit le Brooklyn, اللي كتلاقي بروك باع بياس ديتاشي ولا باع كاملة؟ لا مي باع كاملة اون فيت القنطرة ديال بروكلين باعها اللي كتلاقي بروكلين مع مناطن في نيويورك باعها جوج مرات كل سيمانة في مدة عام لمن كيبيع هادشي جي كيستيون كان كيبيع المستثمرين دابا اون فيت كان كيدور ميريكان كاملة الولايات المتحدة كاملة تيقول لهم اجي وراه عندي واحد القنطرة نقدر نبيعها لكم كاينين شي وحدين إلا شريتوها غتقدروا تطلعوا بياج وتضربوا بزاف ديال الفلوس كاينين شي وحدين خبراء في حلاوة اللسان فوالا وكاينين شي وحدين وسي خبراء في الكلاخ ملي كيتلاقاو بجوج صافي كنبيعو سمعتك فيا كيجيب مستثمرين تيخرج ولا شي واحد يقول لك مال هذا المغرب ديالي هذا تخربقوا تيقول لهم هاي هاد القنطره طلعوا فيها بياج غتوليو كتلعبوا بزاف ديال الفلوس الا بغيتو انا راه ما عنديش الفلوس باش نطلع البياج ونجيب لي سيكوريتي وداك الشيء ديروا هادشي باش انفيستي باش انفيستي انا نتكلف ليكم كنسمع بزاف هذا ما فيكش اللي تكلف انا نتكلف لك هذيك دير والو بقى في داركم جو موكب دو تو انا ندير كل شيء لا جات لك شاك نجيبوا لك لا سال دو بان سنيه ليا وانت كتاخذ الحمام ديالك زعما ما كاينش كيديرك في جيبو مزيان وانت كتسخن كيعجبك الحال تما كيضرب ضربتو دونك هاد جورج سي باركر بقى بحال هكا تيكريف لا ستاتيو دو لا ليبرتي تيكريف القنطرات وكلشي حتى في الاخر هرب الويست ديال ميريكان وتخبى تما من البوليس حتى مات فقير تبعت واحد القنطره كتشكى 1928 و اكزاكتومون الخامس هو غريغور ماك غريغور واحد السيد من سكوتلندا هذا عجيب لان اخترع واحد الجزيره سماها بويس
في القرن 19 و واش كانت عنده جزيره ولا اخترعها في دماغه؟ اخترعها اخترعها في دماغه داكور اوكي اللي اكزيستي با وكتب كتاب دونك باش تشوف السيد الفيس ديالو فين نفعو كتب كتاب على ديك الجزيره فين كي يل ديكري الجزيره دونك كيفاش دايره كيفاش دايرين الجبال ديالها وداكشي ومشى لسكوتلندا وقال لهم انا هو الملك ديال بوياس هذه الجزيره وهذا هو الكتاب ديال اللي كيقدم لكم الجزيره ديال هذا هو الكتاب الاحمر هذا فات نقدر لا هذا شي حاجه هذا فات القدام يعني الله يرحمه قال لهم العاصمه ديال هذا ملي كيطلع ما كتبليش انت كتبلي البدايه كيقول معايا هذا بزاف قال لهم عندي العاصمه ديالي سميتها سان جوزيف فيها 20,000 ساكن عندنا كلهم كيروليو عفاك بالطوموبيلات فاخره ما عنديش فقراء في البلاد عندنا كنيسه كبيره عندنا اوبيا اوبيرا عندنا تياتر كبير عندنا مدارس كبار عندنا جامعات وعندنا واحد عندنا واحد الواد كيمشي فيه الذهب شيخ مره مره كيتقلب خمر انت وزارك ان بيتي كوان دو بارادي عندك الفلوس وعندك الحرام سيد برا سيد لا بون غوسيت هاد الواد كيولي فيه الذهب ودابا المشكل انا ما عنديش كيفاش نقدر نهز هاد الذهب كامل الله يخليكم سلفوا لي الفلوس باش نمشي نجيب هاد الذهب نجيب الجرافات ونجيب باش تجرفوا معايا الادمغه ديالكم عافاكم ونجيبوا هاد الذهب لسكوتلندا دونك جاو البنوك البنك السكوتلندي ديال الدوله وكلشي عطاوه بزاف ديال الفلوس باش بنك تبعك تكون بزاف ديال الفلوس بو كتعرف تخرج عينيك خدا لهم دوك الفلوس وهرب لفرنسا بغى يدير نفس الصبال فرنسا عاقوا به بغاو يحكموه بالاعدام هرب عليهم في الاخر تخبى في فنزويلا وباش تشوف هذا السيد بخوت نصاب غيمشي لفنزويلا غادي يموت ومن النهار اللي غادي يموت غادي يموت بتشريفات عسكريه في فنزويلا ما عرفتش شنو كذب عليهم تما شي جنرال ولا شي حاجه ما نعرف يا اختي كنا جالسين قال لك مات واحد ساعه ولا جنرال ساعه ولينا كنصليو عليه واحد كتب عليه التاريخ انه اكبر نصاب سي سي ان تروك دو فو كاتريام سميتو شارل بونزي دونك شارل بونزي واحد السيد ايطالياني مشى لبوسطن في 1919 و غادي يطلع واحد لو سيستيم ديال النصب والاحتيال اللي تشهر في العالم كان لو شيما دو بونزي هو اللي كان دار دايور السيد برنارد مادوف اللي كان شفر 50 مليار ديال الدولار فوالا هاد لو شيما دو بونزي دابا شارل بونزي شنو طرا مشى عند واحد السيد واحد الكوزان ديالو في بوسطن قال لي عائلتو هذا عائلتو لي زيطاليان راك اقربونا اولى اولى دائما قال لي الله يخليك راه تنقلب على خدمه عاوني هنا في امريكان قال لي واعتي شنو سير لتورونتو في كندا راه كاين واحد السيد ايطالياني يلا حل البنكه سير خدم معاه قال لي اوكي مشى قدم نفسه قال لهم انا سميتي مسيو بيانشي ماشي بونزي قال لهم بيانشي عائله كبيره ديال المعالي قال لهم انا كاين فيلم دايوغ على هذا السيد فوالا كاين اكزاكتومون رشيد قال لهم انا جو سو ان ملياردير ايطاليان وهذا الشيء وقاري مزيان وهادي قال لي اوكي بغيتي تولي مدير عندنا في البنكه مع لي ايطاليان كانوا كيتعاونوا في ذاك الوقت قالوا لي اوكي ماشي مشكل شنو منا كيدير بدا كيسلف للناس الفلوس بالفلوس ديال ناس اخرين تو سامبلومون بقات غاديه بحال هكا بقات غاديه بحال هكا القضيه اون فيت شنو كيقول دابا غتجي عندي رشيد غادي نقول لك غتعطيني 1000 درهم انا غادي نعطيك 1500 درهم من هنا 90 يوم جو باسكو سي فوالا 50% زايده من هنا 90 يوم هذا هو لو شيما ديالك تعرف عليا ماديا نتوما الفلوس بالقضيه ديالي تو مافي راكونتي ليستوار دايور وي دونك تي وعدك ب 50% ديال داكشي اللي عطيتيه زايده من هنا 90 يوم بقات القضيه كدور الشهر الاول دخل 5000 دولار الشهر الثاني دخل 10000 دولار الشهر الثالث 24000 دولار كيولي كنشد من عند هذا وكنعطي للاخر الشهر الرابع 30000 دولار الشهر الخامس 100000 دولار الشهر السادس مليون ديال الدولار في الشهر الشهر السابع مليون ديال الدولار في الاسبوع الشهر الثامن مليون ديال الدولار في النهار باسكو سي قضيه ديال الطمع سي بنادم كيطمع كيقول غادي نحط فلوسي غادي يرجعوا لي مدوبلين غادي يرجعوا لي بقى السيد غادي بحال دون غادي يرجعوا لي غادي يرجع لي بايزوم عطيتك 100 درهم ترجع لي ب 150 درهم من دابا 90 يوم علاش لا عندك مليون غادي يرجعوا لك مليون ونص علاش لا عندك 100 مليون ارجع لك 150 مليون ها باش كيتصيدوا الملايين سي داكشي الكبير اللي كتكون عنده كبير ريال جوج دريال هذوك ما كان اما عندك مليار غنعطيك مليار ونص انا نعطيك مليار ونص دونك 90 جو انت غير حط هذاك المليار عندك في البنكه يا ناس انت سير تنعس انت اللي ما عندكش معنا سير تنعس صافي غتقول تنعس وقلب الموجه اكزاكتومون اخيرا رشيد غادي غتبقى غتقولي بحال هكا غتبقى ليه 18 شهر
بلا تا يونس تسير تسير تنعس صاحبي تسير بحال غتبقى لي 18 شهر غادي يدير 40000 فيكتيم 40000 واحد اللي غيتقول بليه غادي يدي اكثر من 150 مليون ديال الدولار ولكن 150 مليون ديال الدولار ديال 1919 استاجيغ لي جينا حسبوا ديال دابا راه سي انورم سي يوم القيامه في الاخر غادي تحبس من دابا حتى يوم القيامه وانت كتصرف اشلي 1919 150 مليون دولار ديال 1919 سي لوي دور وداك الشيء سي تلك راه هو نطلع على موترامب اليوم فايت لا فايت تاع جيف بيزوس وكل شيء وفي الاخر غادي يشدوه الاف بي اي ومع غيخافوا منه باسكو السيد مخلوط كبير وداك الشيء غيصيفطوه لايطالي ما يقدروش يشدوه في امريكان غيصيفطوه لايطاليان وغيموت تما فقير صافي اخر مره شفتو في ايطاليا غيموت فقير في ايطاليا سي ان تروك دو فو مي بون عاش واحد المده في حياته كوميم كاين بزاف ديال الناس اللي كيمشيو لايطاليا كيردو لي سوفينير ويفرح مي ان توكا واحد اللي هو كيكون بحال ماكو حريمي كيخصو واحد اللي هو كيكون مكلخ فوالا سي دونك سي تو صافي وبالي كانوا بزاف مكلخين معاه واو شتي كوفي باه ايكوت هو اصلا لا باسكو كان كيعطي الفلوس لا مي موسكي مي شاك دونك هادو اللي قلتي كاملين هو الاول اللي كيبيع لا ستاتيو دو ليبرتي وكي سا سي لا يفو اتر هذاك العجيب مستو تحت مستيك هذاك العجيب في الامر من باع لا ستاتيو دو ليبرتي راه شي ساكي لا فونديو مال النحاس قال ليهم راه شوفوا ادوبوا ميرسي بوكو لي زامي شكرا لك بزاف سعاد شكرا لك ميرسي المهدي اللي كان معنا في الاخراج مهدي اللي في لي ريزو سوسيو